صباح الخير يا أطفال، كيف أصبحتم اليوم؟ دعونا اليوم نتعلم عدداً جديداً. ما هو عددنا لهذا اليوم يا ترى؟ دعونا أولاً نعد من الواحد إلى المئة. هيا، هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ. أرقام من واحد إلى مئة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشرة، 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 عشرة. إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر. عشرون، 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 عشرون. واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، أربعة وعشرون، خمسة وعشرون، ستة وعشرون، سبعة وعشرون، ثمانية وعشرون، تسعة وعشرون. واضرب قدمي برجليك ستسمع أجمل ما يرضيك. اضرب بحنان والآن بسرعة ثم نقوم لأننا سنفصح عن رغبة هذا اليوم. رقم اليوم طويل مثل الشاشة. رقم اليوم هو 17. إذا عرفته رقما جديدا، إذا عرفته رقم اليوم الجديد، إذا عرفته رقم اليوم الجديد 17. إذا عددنا لهذا اليوم يا أطفال هو 17. 17. 17. 17. رائع، هيا بنا نعد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر. رائع، أحسنتم.
هيا يا صغيري نقفز حتى نصل للعدد 17. هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. رائع، أحسنتم. هيا بنا نستكشف أين العدد 17. ضع دائرة حول العدد 17. هذه وظيفة لكم. هيا يا صغيري، ما رأيك أن تلعب في البيت؟ أحضر صندوق المكعبات الخاص بك وصمم شكلاً من 17 مكعباً. هيا يا صغيري، نتعلم كيفية كتابة العدد 17. نكتب العدد 1 وبجانبه 7، نقول 17. مرة أخرى، هيا حاولوا معي. 1 خط عمودي، خط عمودي، ثم العدد 7 لنحصل على 17. 17. هيا بنا أيضا نتعلم عملية الطرح. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. عملية الطرح تعني ناقص. عملية الطرح تعني ناقص. ثم نضع إشارة يساوي واحد ناقص واحد، ماذا يساوي يا ترى؟ نعم، صفر. دعونا نرى المثال التالي. إن كان لدينا تفاحة واحدة ثم أزلنا هذه التفاحة من الصحن، كم يصبح لدينا يا ترى؟ صفر، لا شيء في الصحن. انظروا إلى هذا المثال أيضا. إن كان لدينا 2 ناقص 1، ماذا يصبح لدينا يا ترى؟ انظروا إلى هذا، 1. نعم صحيح، 2 ناقص 1 يساوي 1. انظروا، إن كان لدينا تفاحتين وأزلنا تفاحة واحدة من الصحن، ماذا سيصبح لدينا؟ تفاحة واحدة، تفاحة واحدة. إذن نقول 2 ناقص 1 يساوي 1. دعونا أيضا نأخذ المثال الآخر. 3 ناقص 1 يساوي 2. انظروا، فكروا معي. يوجد لدينا 3 تفاحات. إذا أزلنا تفاحة واحدة من الصحن، ماذا سيتبقى لدينا؟ نعم، تفاحتين. صفقوا لأنفسكم.
اثنان. إذن ثلاثة ناقص واحد يساوي اثنان. انظروا إلى هذا، أربعة ناقص اثنان ماذا يساوي يا ترى؟ هيا فكروا معي. إذا كان لدينا أربع حبات موز وأزلنا اثنتان، ماذا تبقى لدينا؟ اثنان. رائع، صفقوا لأنفسكم. انظروا إلى هذا أيضا، إذا كان لدينا خمسة ناقص اثنان ماذا يساوي يا ترى؟ هيا فكروا معي. خمس حبات من الموز، أزلنا اثنتان، ماذا تبقى يا ترى؟ ثلاثة. نعم صحيح، صفقوا لأنفسكم. واحد اثنان ثلاثة، هذا ما تبقى.